الأعزاء مشاهدونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البراق. حلقة اليوم وكتاب اليوم كما تعودنا دائما أنه يعني هو سمت حساسية نشتغل عليها في انتخاب الكتب. القصد من هذه الحساسية أو رد هذه الحساسية أن نحاول تقديم ما يغطي كثير من جوانب المعرفة والثقافة السودانية. مشروع الجزيرة يعرف بأنه يعني رمز اقتصادي ومشروع وطني كبير، ودائما يتم النقاش حوله بالحسابات الاقتصادية حول جدوى وإنتاجيته وما يقدمه وما يسهم به في الموازنة العامة للدولة وما يصلح به حال الاقتصاد السوداني. لكن نحن أمام كتاب ينظر في تاريخ هذا المشروع، بل أبعد من ذلك ينظر في طبيعة تكوين هذا المشروع. هذا الكتاب اليوم بعنوان مشاوير خضراء للمؤلف عبد الله محمد الأمين برقاوي. قبل العنوان مكتوب تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل يقدم، دي الجهة التي اختارت أن تقدم هذا الكتاب. نقرأ في تقديم هذا الكتاب لأن هناك توثيق لأحداث مهمة قام بتسجيلها المؤلف، ويقول مقدم الكتاب أنه تسجيل رصين لمعالم مهمة في تاريخ السودان المعاصر لها قيمتها ووزنها الوثائقي. واستعرض المؤلف قضية الإصلاح الزراعي في مشروع الجزيرة والمناجل باعتبارها مطلبا وطنيا ملحا، وتناول دور المزارعين الوطني ولهذا الأمر خلفياته التاريخية. فلم يغفل ثوار 24 مشروع الجزيرة ومزارعوه في أدبياتهم، وكان لجمعية ود مدني الأدبية التي تأسست في مطلع الثلاثينيات داخل نادي الخريجين بود مدني دورا في توعية المزارعين وحثهم للمطالبة بحقوقهم. وبعد قيام مؤتمر الخريجين 38 تولى قادة المؤتمر الطواف على قرى الجزيرة لتعبئة المزارعين للوقوف معهم إبان تقديمه لمذكرتهم الشهيرة للإدارة البريطانية في عام 42. هذا كتاب مهم، وأنا أيضا يعني سمتني ستين في ضيف هذه الحلقة باختلاف انشغاله الإعلامي والكتابة، أيضا هو ابن هذا المؤلف، وبالتالي نستمع إلى شهادة أيضا قريبة لما قدم المؤلف الأستاذ محمد عبد الله برقاوي الإعلامي. والأستاذ محمد مرحبا بك في الوراق. أهلا أستاذ غسان، وأهلا بمشاهدي قناة سودانية 24. وأنا في البداية يعني لا يفوتني أن أشيد يعني بدأبك الحسن، شكرا، في أنك يعني استطعت أن تعيد إلى القارئ الذي بعدته الظروف عن القراءة الورقية أن تعيده إلى هذه الميزة عن طريق السمع والبصر. يعني محاولة إن شاء الله، يعني لا لا محاولة حقيقة، يعني لأن الناس طبعا انشغلوا عن القراءة ورغم أنه الأسافير يعني أضافت في الحداثة كثير، صحيح، ولكنها أيضا أبعدت الناس عن هذا الإرث العظيم يعني. شكرا جزيلا. نعم. طيب خلينا نبدأ. أنا دائما بقول أنه أي عنوان للكتاب هو هويته، يعني هو وجهه، صحيح، الماسك، القناع يعني، صحيح، بتاعه وكذا. مشاوير خضراء ثم المؤلف. نعم. ماذا نقرأ في عنوان مشاوير خضراء؟ والله طبعا الخضرة طبعا ترمز إلى 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 السمات العامة للجزيرة كروقعة زراعية. تمام. وخضرتها كمان لم تكن يعني في هذا الحيز المحدود، وإنما يعني انداحت خيرا على كل السودان، صحيح، ولذلك كان مشوار طويل جدا لم يعني يقطعه الوالد فحسب، وإنما قطعه السودان كله عبر هذه الحقبة الطويلة من عمر المشروع. عرفنا اكثر برضه بالاستاذ عبد الله محمد الامين برقاوي. الوالد عبد الله محمد الامين برقاوي اول مؤلف اي هو من مواليد قريه مناجز الحلاوين. تمام. وهي قريه في سره الجزيره غرب الحصحيصه شرق المحيريبه في منطقه وسطى، وجنبها كان سوق عامر جدا منذ أيام المهدية، كان سوق الحلاوين، وهو السوق الذي نفذ فيه حكم الإعدام بجدنا البطل عبد القادر متحبوبة. صحيح. والذي يعني أنشد 12 ولا كم؟ 1908 أي، والذي أنشدت فيه يعني شقيقته رقية بت إمام قالت
المرسوم صدر وتلمت المخلوق وبعينيه شفته أبرسه وطالع فوق. لو كان بالمراد واليمين مطلوب ما كان بينشنق والدبكريك في السوق. يا سلام. فهي مجدته. في هذه المنطقة الآن يوجد ضريح جدا عبد القادر بتحبوها يعني. المنطقة يعني هي نفسها مفعمة بالتاريخ. ومنطقة يعني انطلقت منها كثير من الملاحم. نعم. طيب. نعم. لما نقرأ في محتويات الكتاب الباب الأول قيام مشروع الجزيرة. هناك حديث عن الجزيرة قبل قيام المشروع وقيام مشروع الجزيرة أيضا، ثم قانون مشروع الجزيرة لعامي 50 و29 50 يعني، وبعد كده بيحصل الحديث حول تطور حركة المزارعين وكده. طيب عشان ندخل معنا المشاهدين في مشهد هذا الكتاب، هذا الكتاب يعاري الفترة من وإلى يعني تقريبا من 49 الوالد دخل في الحقل بتاع الزراعة، أما نشاطه يعني في اتحاد المزارعين بدأ في بداية الخمسينات. طيب. لأنه في الفترة 49 هو كان طالب يعني عشان نمشي كثير في سيرته أو نمشي شوية، هو من مواليد 29، في عمره زي 20 سنة بعد ما خلص المرحلة الابتدائية كان زمان في مدرسة بركات الزراعية ومساعد، دي كانت السلطات بتاخذ مجموعة من أبناء المزارعين عشان يدربوهم على الفلاحة البستانية. والغرض طبعا هنا كان عشان المزارع ما يحتاج يشتري الخضار، يكتفي براه. تمام. فبياخذوا أبناء المزارعين يدربوهم على هذه الحقول البستانية من حكاية الخضر والبقوليات والأشياء دي. فالوالد كان مشى 49 دخل المدرسة دي، بعد كده طبعا دي فتحت آفاقه وتعرف على كثير من الموظفين في مشروع الجزيرة نفسه، وانطلقت مسيرته تقريبا في بداية الخمسينات واستمرت إلى بداية السبعينات. أيوة. نعم. يعني كم وعشرين سنة؟ كان. طيب. المعلومات المهمة في الكتاب أنه بيدينا وصف برضو لمنطقة الجزيرة قبل ما يقوم المشروع يعني. نعم. بيتكلم عن المساحة الكلية، يعني قال جغرافيا الجزيرة هي المنطقة الواقع بين النيلين الأزرق والأبيض من سنار جنوبا حتى حدود معتمدية الخرطوم شمالا يعني. نعم. ومن كوستي غربا حتى الخرطوم. من الأشياء المفيدة في الكتاب الجغرافيا السكانية برضو، أنه كل منطقة من يسكنها. نعم. برضو ادينا ملمح عن تكوين الجزيرة سكانيا كذلك. هي المنطقة أصلا كانت غابات. طيب. أحراش. طيب. وكانت بتقع ما بين النيلين الأبيض والأزرق، ودي طبعا كانت فيها مقولة مشهورة للخليفة عبد الله اللي هو طبعا درس في منطقة طيبة الشيخ الغرشي، اللي هي طيبة الشيخ الغرشي والدزين، والتقى فيها بالمهدي هناك، ودي قريبة من الحصحيص حوالي 3-4 كيلو من الحصحيص يعني. فقبل المشروع هو قال كلمة عجيبة جدا، قال إنه الجزيرة دي مرة بشيل لها رجلين. مرة بشيل لها رجلين. ايه. لكن لو وقعت الرجلين ما بشيلوها. يا فقولوا الرجلين منو؟ قال بحر ابيض وبحر ازرق. فأس الحقيقة من وقعت ما اظن الرجلين قدروا يشيلوها. فالمنطقة دي كانت عبارة عن احراش. طب تمام. بتسكنها قبائل من الرعاة. فيهم الناس طبعا قبائل الرفاعة كانوا في المنطقة دي. وكانوا بيتحركوا بهايم وكده، وكانوا برضو على صلة بالشكرية في شرق النيل. لما الحكومة التفتت إلى المنطقة وأهميتها، الحكومة الاستعمارية، فبدوا يقطعوا في الأحراش دي الناس، كل زول زي ما بيقولوا الحشاش يملى شبكته. يعني في ناس قطعوا 5 فدان، في ناس قطعوا 50 فدان، في ناس قطعوا، نظفوا الحتة دي. تمام. هيئوها يعني. والحكومة أدتهم كروت حتى تضمن ملكيتهم، سجلت بأسمائهم يعني. ولذلك لما قام المشروع الناس دي كانوا
شبه ملاك للمشروع نفسه او للحواشات يعني، لكن حددوا الملكيه في قيام المشروع، حددوا الملكيه طبعا. ده قبل ان يقول المشروع نفسه اي ملكوا بعض القبائل الاراضي هناك، وبالتالي هم عمليه لما قام المشروع ملاك لجزء كبير من المشروع. نعم نعم ايوه نعم، لكن لما قاموا المشروع طبعا حددوا الملكيه حتى ما تكون في يعني نوع من الاقطاع. حنجي النقطة دي مهمة. طيب المشروع قام سنة؟ المشروع تقريبا قام سنة 1911 بدوا فيه ده أول تفكير فيه طيب، لكن طبعا كان مفروض يتبعوا قيام الخزانات حتى يضمنوا الري الانسيابي للمساحة الكبيرة دي، لأنه كانت المساحة المقدرة للمشروع حوالي تقريبا 5 مليون فدان. 5 مليون فدان. 5 مليون فدان. طبعا من الصعب جدا تسقيها. صحيح. إلا بري. خزانات. أي. فهم عملوا دراسات من بدري جدا لأنسب المناطق اللي ممكن يعملوا فيها الخزان. فلقوا منطقة مكوار اللي هي السنار دي. سنار. دي أضيق منطقة، وفي نفس الوقت الحواف بتاعت النهر كانت عالية. ولذلك ممكن تخزن فيها مويه، ممكن وانحدارة ناحية المشروع بيكون قوي انسياب، يعني مويه بتجي طوال المشروع. نعم تمام. لكن بكل أسف المشروع توقف نتيجة أول شيء الحركة بتاعت عبد القادر وحبوبة. أيوة. في المنطقة اللي أنا ذكرتها لك كمقدمة لأنها لا علاقة بالموضوع. تمام. أخرت هي بالله. أخرت شوية. تمام. ثانيا جاءت الحرب العالمية الثانية. فالمشروع تقدر تقول مشروع الخزان يعني بدأت المياه تنطلق سنة 25. 25. لكن المسور اللي هو بسموه المسور اللي هو بداية الزراعة تقريبا ما بين 25 إلى 28. نعم. يذكر المؤلف أنه في صفحة 20 اتخذت الشركة الزراعية السودانية البريطانية من منطقة تبعد كيلومترات جنوب مدني مقرا لها، وهي بركات. دي بركات رئاسة المشروع. تتجمع فيها رئاسة المشروع التي بدأت بستة أقسام رئيسية هي. نعم. الحوش، المدينة عرب، المسلمية، وادي شعير، مش كده؟ القسم الشمالي. وادي شعير. القسم الشمالي الترابي والقسم الشمالي الغربي الجويز. تتفرع من هذه أقسام 43 تفتيشا ومكتبا زراعيا. الستة أقسام طبعا دي الكبيرة، لكن دي الستة أقسام دي يعني دي القطعة الأرضية المشكلة للمشروع، دي الأرض بتاعت المشروع. لا إدارات. دي إدارات المشروع. إدارات مقسمة كده. نعم إدارات للتفتيش. طيب. والخبرة. دي الأقسام اللي بتدير التفاتيش. التفاتيش هي المكاتب، يعني هي مسؤولة من شنو المكاتب دي؟ هي فيها طبعا مفتشين الغيط زراعيين. وفيها الإدارة المالية الفرعية. يعني بدل ما تكون الإدارة مركزية في بركات قسموها إلى أقسام. والأقسام تفرعت منها التفاتيش. وكانت طبعا يعني جنان على الأرض، يعني الإنجليز بنوا منازل في المكاتب دي وحاطوها بالحدائق والزهور، وكانت حاجة جميلة جدا يعني طبعا لسكنهم في البداية، يعني لأنه هم بيسكنوا غالبا بعيد من القرى، يعني حتى كلهم مجتمعهم القائم بذاته. ما في أي زراعة في المنطقة دي قبل قيام مشروع الجزيرة؟ كانت في تجارب بسيطة. نعم. كان بيزرعوا شنو؟ في القطن والذرة. أيوة الاثنين. لكن طبعا تاريخيا القطن ما بدأ في الجزيرة نفسها. يعني 1903 بدأ في الزيداب. منطقة الزيداب في الشمال. نهر النيل. في نهر النيل. نهر النيل. نعم. أيوة. في واحد خواجة جاء. بدأ تجارب يعني في منطقة الزيداب. طيب. وده فتح شهية المستعمر بعدين في إنه يفكر بتوسيع المسألة. بالذات لما احتاجوا. للقطن في المصانع بتاعت لانكشير. لانكشير بريطانيا. في بريطانيا. في بريطانيا. ففي عهد وينجت تقريبا بدوا في تجريف المنطقة وتحسينها وإصلاحها عشان تكون مشروع زراعي. لكن قبلها كانت في تجارب بسيطة متواضعة. طيب. جدا فيها. أنا هطلع فاصل وأجي لأنه أنا عاوز أدخل معي الناس في التسلسل ده. نعم. مجموعة قبائل ملكوا الأراضي
فكر المستعمر في بناء خزان سنار حتى أنه يزرع في هذه المنطقة قطن، وبعد في شركة اللي هي الشركة الزراعية السودانية البريطانية التي تتولى الإشراف على مشروع الجزيرة. نعم. بعد هذا الفاصل نواصل النقاش مع الأستاذ محمد برقاوي حول هذا الكتاب المهم، وأنا قلت أهمية الكتاب أنه من شاهد عيان ومن مؤسسين لاتحاد المزارعين. مرحبا بكم مرة أخرى، لازلنا في الوراق في هذه الحلقة الجديدة التي نناقش فيها كتاب مشاوير خضراء للمؤلف عبد الله محمد الأمين برقاوي، وهذا الكتاب صدر في العام 2018. وأهمية هذا الكتاب زي ما قلنا أنه يسجل باللحظات لأن شخص عايش وعاصر بل ومن المؤسسين لتحالف مزارعي الجزيرة، مع الأستاذ محمد عبد الله برقاوي النجل المؤلف. مرحبا بك أستاذ محمد مرة أخرى. نعم. الإنجليز عملوا الشركة، وذكر المؤلف أنه نص قانون مشروع الجزيرة على توزيع عائد إنتاج القطن بين الشركاء الثلاث، 40% للحكومة و40% للمزارع و20% للشركة الزراعية، وذلك بعد خصم تكاليف الإنتاج. نعم. طيب التقسيم الأول ده راعى أكثر يعني حقوق المزارعين ولا منح الحكومة أكثر ولا نقرأه كيف؟ النسب نقرأه كيف؟ والله النسب هي طبعا في البداية بدت بهذه الصورة لكنها تطورت تغيرت. طيب. ويمكن العامل الأساسي في أنها تغيرت وتطورت لمصلحة المزارعين قيام الكيان الممثل للمزارعين نفسه. هي الشركة طبعا في البداية عملت هيئة يعني من المزارعين الميسورين على أساس أنه يعني حركتهم تكون في الجانب المطلبي محدودة. أيوة. أي. طيب. لكن المسألة دي مع تطور الوعي في المنطقة ودخول عناصر لتحريك يعني عقول المزارعين نحو حقوقهم كده. العناصر دي شنو؟ اليسار ولا شنو؟ مثلا اليسار لعب دور في الجانب ده يعني على أساس إنه اتحاد المزارعين او هيئه المزارعين اللي كانت يعني نوعا ما يعني تقدر تقول تابعه للشركه ان تتطور الى كيان مطلبي ينتزع حقوق المزارعين. شنو الحقوق اللي كانت مهدره وكان الكيان بيطالب بها؟ اول شيء طبعا الشركه طبعا كانت بتراعي يعني مصالحها بالدرجه الاولى، ثم ثانيا كانت بتضطهد المزارعين. تضطهدهم؟ اي نعم. كيف؟ يعني بالطريقه بتاعت الاقطاع اللي بنشوفه في الافلام العربيه. كيف بيعمل؟ يعني كان ممكن المزارع اذا اخطا يجلد. يجلد؟ يجلد. بالله. ويغرم. وكان بيدفعوه دفع عشان يقدر يتنازل عن ال 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 النسبة دي الحواشة بتاعته. اها. ويقوموا يدوها لوافد مثلا من 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 غرب افريقيا. لأن الوافدين بقوا يجوا يشتغلوا كعمال زراعيين. وطبعا المزارع الأصيل إلى حد ما بيكون عنيد يعني ما بيكون مستسلم زي العامل الزراعي اللي ممكن أنت تديه يعني هدية قيمة زي دي يعني. طيب. فدي دي دي طبعا أثارت كثير من المشاكل ما بين الشركة الزراعية والمزارعين. لا يعني كان سياسات الشركة البريطانية السودانية دي في قائمه على اضطهاد، هي انجليزيه يعني طبعا انا فاهم يعني على اضطهاد بالقانون، يعني هي الامر اذا كان سياسه منا ولا دي احداث هنا وهناك يعني السطول الاستعماريه يعني ما انت بتتوقع شنو من انسان بيستعبدك يعني. فدي كانت من العوامل المؤثره جدا في انه يعني عاوز تقول لي الحركه المزارعين اللي حركه مطلبيه انه الانجليز كونوا نقابه او جسم اول هيئه جسم يعني من الاثرياء اللي هو في النهايه بينصاعوا لأوامر المستعمر إلى حد ما، لأن هي عايزة ناس مسالمين ما 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 طبعاً بطبيعة الحال صحيح ما يصبحوا عكس التيار. بيقول المؤلف في صفحة 25 في عام 52 بدأت بوادر الإصلاح في حركة المزارعين. نعم. وأخذت تظهر بشكل واضح وعلني متجاوبة مع مصالح المزارعين ومطالبهم المشروعة. بيقول برزت قيادات مخلصة لقيادات هذه الحركة، الشيخ الأمين محمد الأمين المزارع بمكتب أنا مشكل كتير ولا كتير كتير، والشاب يوسف أحمد المصطفى من قرية صراصر دابو دكتور محمد يوسف. نعم. مكتب الركن وأحمد علي الحاج من قرية مصطفى قرشي والمؤلف. نعم. أوائل مطالب كانت حل هيئة المزارعين وقيام اتحاد للمزارعين بدلا عنها. طيب. نعم.
يحلوا الهيئة لأنها مهادنة للاستعمار. أيوة. طيب. طبعا يعني من غير ما ما ما, ما نقلل يعني من من جهد البذلوه الناس اللي كانوا يعني قدام الناس ذيل يعني. طيب. لأنه برضو كانوا رواد. جايز يكون يعني توجههم السياسي مختلف. وذاكر ذاك ما كان في توجه سياسي ذو ملامح كده يعني ظاهرة. طيب. لكن زي ما قلت لك الناس ذيل طبعا انتبهوا لأنه الهيئة دي ما حتوصلهم. أيوة. ما بتحقق لهم مطالبهم. ما بتحقق لهم. لا لما انتي تقرأ معايا الباقي هم بقولوا تنفيذ الشراكة الفعلية دي مطالب الهيئة النقابة الجديدة دي. نعم. نعم. تنفيذ الشراكة الفعلية بين الحكومة والإدارة وذلك بإشراك المزارعين في مجلس الإدارة. هذا يعني أنهم كانوا غائبين عن مجلس إدارة مشروع الجزيرة. نعم. وزيادة نصيب المزارعين إلى 50% كانوا 40. نعم. من عائد إنتاج القطن. وإضافة تكلفة اللقيط يعني اللقيط يعني وقلع سيقان القطن إلى الحساب المشترك دي زمان كان بيتكفى ببال المزارع بيقوم بها براو أي. لكن لما جات الشراكة بيبقى في حساب مشترك المسألة دي تقسم كنسبة بين المزارع وبين الإدارة إدارة المشروع. إدخال زراعة محاصيل أخرى كالقمح والفول في النظام الزراعي بالمشروع صرف مال الاحتياط المزارعين يعني للتاريخ. عايزين نقول أول القائمة أول قائمة مطالب لاتحاد مزارعي مشروع الجزيرة كان بتحول 5 نقاط. نعم. الخمسة نقاط. نعم. وبشكل في الزاوية الأخرى بال يعني بالآخر كان بتعكس مشكلة المشروع. أكيد. مشكلة. أكيد. طيب لما نمشي لقدام بيتكلم عن أنه موكب ميدان عبد المنعم ده كان أول أيه. موكب للاتحاد. ده طبعا المطالب دي ما كان بيتحقق من هناك. نعم يعني الإدارة عندهم هناك. أي. فقرروا يجوا الخرطوم. فقرروا يجوا الخرطوم بموكب كبير جدا جدا. ضم منه. كان قوامه 20,000 مزارع. 20,000 مزارع. أي عسكروا هنا في ميدان عبد المنعم اللي هو ميدان الأسرة. يتحركوا من الجزيرة 20,000. نعم نعم. والإدارة البريطانية خلتهم. الإدارة البريطانية خلتهم أي وصلوا هنا. لكن لما وصلوا الخرطوم يعني بعض السياسيين الكبار. شعر بأنه المسألة دي لو 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 تطورت إلى أن وصل هذا العدد الكبير من الناس إلى سراية الحاكم العام ممكن يحصل صدام ويأخر كمان الاستغلال نفسه لأنه الإنجليز كان ممكن يأخذوها حجة إنه انهيار دستوري البلد ما فيها أمن. نعم 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 ما فيها أمن. فتدخل السيد عبد الله الفاضل المهدي أيوة. والسيد محمد أحمد محجوب والشفيع أحمد الشيخ والحاج عبد الرحمن من اتحاد العمال محمد أحمد المرضي. محمد أحمد المرضي كان برضو القاضي طبعا وكان وزير. اتدخلوا طلبوا منهم شنو؟ جول الجماعة ديل في الميدان عبد المنعم قال لهم دخولكم إلى الخرطوم ممكن يعمل مشاكل لا تحمد عقباها. مش دخول الخرطوم يعني ذهابكم لقصر الحاكم ذهب العام. نعم يعني هو موجود في الخرطوم ورد كانت حدوده زمان كانت سكة حديد يعني بالله. أي نعم فهم كانوا في أطراف الخرطوم تعتبر يعني زمان من المنعم ده كان أطراف الخرطوم أطراف الخرطوم أي. فقالوا لهم أنتم إذا مشيتوا على سراية الحاكم العام المسألة بتكون فيها مشاكل كثيرة وجايز تؤثر على إعلان تكون على انعكاسات سياسية سيئة. تمام. فنحن بنقترح أنكم أنتم ترسلوا مندوبين يمشوا يقابلوا السكرتير الإداري. تمام. اللي هو في مقام رئيس الوزراء يعني. أيوة صحيح. فانتدبوا الشيخ اللمين ومعاه عدد من القيادات مشوا هناك. المؤلف معه من ضمن الوفد ده ولا ما معه؟ هم ما ذكروا الناس. ما ذكر ذكروا الشيخ اللمين بس. الشيخ اللمين بس. عشان يسلم المذكرة. عشان يسلم المذكرة. لما مشوا هناك السكرتير الإداري حاول يتنمر عليهم ويستفزهم بأنكم أنتوا يعني سلكتوا سلوك فيه إخلال بالأمن وكده وما كان مفروض تتصرفوا بهذه الصورة. لكن هم ما انكسروا قالوا يا اخي خلينا في المهم نحن دلوقتي جايين لمطالب محدده انه نحن الهيئه دي تتحول لاتحاد مزارعين المطالب الخمسه دي اي ويكون عندها دستور وكذا 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 كل الاشياء اللي ذكرتها لانه صفحه 27 تحت عنوان دستور اتحاد المزارعين آي. بعد حل هيئه المزارعين نعم. تم التصديق على دستور الاتحاد المزارعين وافق السكرتير الإداري على المطالب وقدم السيد اسماعيل الازهري رئيس الوزراء الفتره الانتقاليه نعم. وقال عنه ان هذا الدستور هو الفيصل لقضايا المزارعين نعم. من الاشياء المهمه في ملامح هذا الدستور انه يدوب بدات الانتخابات وقالوا انه ونظموا الانتخابات بتاعه الاتحاد كالاتي
كل 100 مزارع ينتخبون مندوبا عنهم في التفتيش من القواعد سموه راس المية أو راس الماء. ينتخب أعضاء المؤتمر من بينهم أعضاء اللجنة، أو ينتخب أعضاء المؤتمر من بينهم أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد دي اللي بترفعوا في مدني من المكاتب للأقسام ليشوف التسلسل ده تخوي اللجنة التنفيذية حق انتخاب قيادة الاتحاد والرئيس والسكرتير وأمين يخوي لها يعني الصندوق ومكتب السكرتارية. إحنا الآن أمام أول شكل من أشكال تكوين اتحاد المزارعين منتخب. يتكلم على الانتخابات وذكر أنه في بعض المشاكل واجهتهم لقلة معرفة بالنظمة الانتخابية وقدرتهم على إدارة العملية الانتخابية لكن استعانوا بال 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 بالخبراء بسوابق زي الاتحاد النقابات وكده بيتكلم المؤلف أنه في صفابة بار الثالثة الاتحاد والحركة الوطنية أنه قال الحركة بتاعت المزارعين لم تكن معزولة عن الحركة الوطنية بل خاضت معارك الدفاع عن الحريات وطالب بإلغاء المادة 105 من قانون عقوبات السودان والتي تمنع التظاهر والتجمهر. هنا بيجي سؤال، وما علاقتهم شنو بالموضوع ده؟ ده هو يعني ده نقابة مطلبية لإصلاح مشروع الجزيرة، يخلوا قضايا المشروع ويروحوا يشاكلوا في القضايا السياسية في المركز؟ لا، هم طبعا ما كانوا عايزين المزارعين يكونوا معزولين عن الحركة الوطنية، والحركة الوطنية المدخل بتاع العمل السياسي في تلك الفترة. في كثير من العناصر عارضت هذه الخطوه مش كده؟ اي قلت لهم ما شغلتنا قلت دي مش احنا شغلتنا التقنس ب 20 اللي هو نزرع بس نزرع بس التقنس ب 20 لكن هم قالوا لا، البلد يعني في حاله بتاعت انتفاض ضد الاستعمار، والمزارعين بيشكلوا يعني قاعده كبيره جدا، اذا كان ابعدت ده بيحقق اهداف للمستعمر نفسه، اذا تتبع شريحه كبيره زي دي بالتالي ممكن حكاية تنسحب على العمال، تنسحب على كثير من الشرائح، وتضعف الخط الماشي في اتجاه استغلال السودان. يعني المزارعين لعب دور في اتحاد في استقلال السودان، لعبوا دور كبير جدا في وكذلك في اكتوبر 64 شغلنا الشخصيات المشهوره جدا في اكتوبر. نعم ماشيين على المساله دي. ايوه طيب، بيتكلم عن حادثه مؤلمه جدا كلنا نذكرها، ما يسمى بحوادث جهوده. نعم، هو بقدم روايته حول هذا الامر، وهي وصف أن هذه الحادثة هزت ضميرة ووجدان السودان، فاندلعت المظاهرات. كذلك الحادثة شنو بالضبط؟ هي طبعاً جودة في منطقة النيل الأبيض خارج المشروع. تمام. دي المشاريع الخاصة. اسمها كده؟ مشاريع خاصة. مشاريع خاصة. ما تبع المشروع. ما تبع مشروع جزيرة. أي. طيب. وكانت بتقوم في المنطقة ديك مشروعات خاصة إقطاعية تبع أسر. تبع شركات كده. تعبير اقطاع ده مش فيه تزايد شوية؟ يعني السودان فيه اقطاع؟ يعني في بتسمي شنو يعني؟ لا الاقطاع ده يعني زي القطاع قطاع خاص زي يعني. القطاع الأوروبي يعني زي الاقطاع في الحضارة في الدول الأوروبية زمان، ولا الاقطاع حتى الاقطاع المصري ما كان موجود في السودان؟ قطاع خاص يعني بقول. أي لأنه أنت أنا قصدت شنو؟ أنه هل كان في شخص بيملك آلاف 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 مؤلف آلاف دينا؟ لا لا مشروعات يعني صغيرة مشروعات يعني الاقطاع ده شوية كلمة كبيرة أفتكر. قول مشاريع خاصة. مشاريع خاصة. مشاريع خاصة. تمام. المهم أصحاب المشاريع وضعوا أسعار ما أرضت المزارعين. عشان يشتروا بها المحاصيل. عشان يشتروا بها المحاصيل. تمام. فالمزارعين أحجموا عن تسليم القطن لأصحاب المشاريع. تمام. جميل؟ تمام. أصحاب المشاريع حاولوا استعينوا بالسلطات عشان ياخذوا القطن بالقوة. دي سنة 55؟ 55 أي. فقاموا المزارعين عملوا احتجاجات على أساس إنه أصحاب المشاريع دي ما يشيلوا القطن بالقوة. وإنما بالاتفاق يعني. المهم أصحاب المشاريع بحكم إنهم يعني عندهم نفوذ وكذا طبعا طبعا يستدعوا الشرطة، أو زمان كانوا يقولوا البوليس. بوليس أي. فقبضوا زي 190 من المزارعين ديل المحتجين ديل محتجين، وأخذوهم لمدينة كوستي اللي هي أقرب مكان في هنجر كبير جدا جدا بتاع زنكي، ما فيه أي تهوية. دخلوا في 190 شخص ديل وقفلوهم بالليل، والصباح لما جو فتحوا الباب لقوهم ميتين كلهم. كلهم ميتين. اي نعم. ماتوا كلهم نتيجة الاختناق. بعد ذلك طبعا حصل يعني مظاهرات في 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 سوبا في كوستي. كوستي. سوبا اصحابي دينا مشكلة. في كوستي. في محل سكن يعني. حصل مظاهرات في كوستي وفي منطقة جودة والمشاريع دي. ولعبوا فيها دور كبير جدا ناس اتحاد المزارعين،
اتحركوا مشوا هناك. طيب على تحركنا حطلع فاصل وحاجي نواصل ما يعني ما انتهى إليه موضوع عنبر جودة في هذا الفاصل. نشاهد كتاب الوراق ثم نعود نناقش هذا الكتاب مساوير خضراء لعبد الله محمد الأمين برقاوي رفقة الأستاذ محمد برقاوي. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى لازلنا في هذه الحلقة الجديدة من الوراق نناقش كتاب مساوير خضراء للمؤلف عبد الله محمد الأمين برقاوي رفقة الأستاذ محمد برقاوي. محمد مرحبا بك مرة أخرى. طبعا إحنا الوراق بيكون غرضه دائما أنه يعرف الكتاب يسلط الضوء مش بالضرورة أنه يقول كل ما هو موجود في الكتاب. إحنا دائما ندعو القراء في آخر كل حلقة اذهبوا لتبحثوا لقراءة الكتاب. أنا مدارة أضيف لك حاجة بسيطة أنه الكتاب ده طبعا الطبعة الأولى كانت سنة 90 90 يعني أسي أكتوبر دي 33 سنة. بكل أسف أنا طبعته في دولة الإمارات قبل وفاة الوالد. نعم. فشحناه هنا عشان نوزعه في السودان. افتكر الاخوان هنا نتيجه ظروف معينه كده تاخروا ما خلصوا من الجمارك في 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 المطار هاي. فصودر صودرت الطبعه الاولى كلها بكل اسف لاسباب عينه يعني ولا بس لانها ما 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 ما, ما خلصت والله لمسائل اجرائيه يعني اجرائيه مش إجرائية سياسيه اجرائيه هاي وما بتخلو من الجانب السياسي طبعا. ف لأهمية الكتاب التاريخية وكده رغم صغر حجمه لكن المعلومات اللي فيه الكتاب ما بحجمه طبعا ما بحجمه أصلا. ففي شباب من التحالف اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ديل طبعا تبرعوا بإعادة طباعة الكتاب في نسخته الثانية أو في طبعته الثانية طبعة الثانية في 2018 من ضمنهم الدكتور اللي قدم للكتاب في الطبعة الأخيرة دي دكتور عادل على وداعة ومعه مجموعة من الشباب نحن بنشكرهم يعني. نعم من طبعا هذا المنبر يعني. طيب إذا مشينا بالتسلسل الآن بدأ مشروع الجزيرة أو اتحاد المزارعين يأخذ شكل مستقل لهيئة أو نقابة أو تجمع عنده موقف السياسي موقف الاجتماعي وعنده مطالبه اللي يدافع عنها وبيصالحها. بنقوم نقرأ برضو أنه أيام عبود كان عنده دور كبير أيضا في ما كان يعرف بإضراب المزارعين مش كده؟ هو طبعا دي بطوال اللحظة اللي حصل شنو؟ الحصل أنه لما حصل الاجتماع هنا في جامعة الخرطوم اللي بعد ثورة أكتوبر بعد مقتل القرشي بعد مقتل القرشي تحرك اتحاد المزارعين. طبعا هم كانوا أعضاء في جبهة الهيئات هنا. نعم صحيح شيخ اللمين وجماعته كانوا أعضاء في جبهة الهيئات. قاموا هناك في 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 مدني شكلوا حي اسمه المؤتمر الوطني. تصور اسمه المؤتمر. سنة 64. سنة 64 اسمه المؤتمر الوطني. وكان برأسه الدكتور فاروق محمد إبراهيم. أها. كان هو خبير في هيئة البحوث الزراعية. وجو من قاعة اتحاد المزارعين شكلوا المؤتمر الوطني اللي أصبح هو السلطة في مدني. سلطة تأمر وتنهي لأنه خلاص السلطة هناك دور انتهى. صحيح. أي المؤتمر هنا دعا لإضراب للمزارعين. المزارعين نفذوا الإضراب. ودي كانت يعني دفعت بالفريق إبراهيم عبود رغم الضغوط اللي كانت بيجيو السياسية وكده لكن قال قوله مشهورة قال ما دام أضربوا المزارعين عن زراعة القطن نحن نمشي سكناتنا. دي قوة دي قوة كبيرة جدا. نعم 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 لأن اتحاد المزارعين في ذلك الوقت كان حينما يعلن الإضراب تتحرك السلطة من الخرطوم تمشي لفي مدني عشان يقنعوه. يا أخوانا الكلام ده عيب يعني. طبعا أنت معاي أنه دائما بيتم الإشارة إلى أنه اتحاد المزارعين هو جسم من أجسام الحزب الشيوعي السوداني. السؤال هنا هل المشروع هل الاتحاد ده نشأ فعلا بإشراف مباشر من الحزب ولا نشأ لأغراضه المطلبية؟ لا لا هو ما كان جسم من أجسام الحزب الشيوعي بصورة مباشرة ولكن لا ما مباشر ولكن مباشر. ولكن ده ما بينفي إنه في بعض القادة الشيوعيين اللي هم دخلوا وسط المزارعين لتنويرهم بحقوقهم. تمام. حتى يعني هذه المجهودات يعني زي كامل محجوب أيوة. أحمد سليمان حسن الطاي الزروب وغيرهم تغلغلوا في الجزيرة وهم اللي استقطبوا القيادات الشابة اللي كانت يعني حلت محل الهيئة
اللي تكلمنا عنها قبل شوية. ولذلك يعني هم اللي أدوا الاتحاد القوة في أنه يتحول من هيئة مطلبية، من هيئة عادية يعني تابعة للشركة الزراعية إلى كيان مطلبي يتسم بقوة مطلبية خارقة وموقف سياسي كمان، موقف سياسي وبرضه يأخذ موقف سياسي. لكن ده ما بينفي أنه هنالك يعني أيضا عناصر وطنية من أحزاب تانية، يعني هم كانوا لعبوا دور كبير جدا كالرواد يعني، والمسألة كانت تكاملية. يعني صحيح الشباب الجدل يعني أدوا الاتحاد دفعة قوية في اتجاه البرنامج الاشتراكي، لكن ده ما بينفي دور الناس الآخرين في أنهم يعني لعبوا دور في أنه الاتحاد يأخذ كينونته. من ضمن المؤلف برضه في الباب السابع انقلاب مايو، انقلاب مايو نعم. والمزارعين بيتكلم عن، طيب برضو ورينا الجدة شنو على الاتحاد أو اتحاد المزارعين بعد قيام طبعا الانقلاب. هم طبعا يعني من المفارقات إنهم هم بقدر ما كانوا ضد نظام عبود لكنهم أيدوا نظام نميري عشان عمل الشيوعي، عشان البرنامج الاشتراكي. أي نعم، البرنامج الاشتراكي اللي رأوا فيه المطالب اللي هم كانوا بيناضلوا من أجلها. طيب جميل. المهم نميري استوعبهم قبل انقسام الحزب الشيوعي. الحزب أيوة. الشيوعي طبعا انقسم بعد قيام مايو بمرحلة بسيطة يعني. أيوة. فهم أعلنوا تأييده لمايو شيخ اللمين، وطبعا شيخ اللمين كان في أكتوبر بقى وزير الصحة. وزير الصحة بالله هو وزير الصحة. نعم فترة بسيطة بس. فترة بسيطة كم؟ لكن زي أربع شهور بس. أي لكن بشهادة المؤلف إنه شيخ اللمين كان أمين جدا مع جماعته في وزارة الصحة. كيف؟ مش عليهم قال لهم جمعهم، جمع الأفندية بتاع وزارة الصحة الوكلاء وكلهم جمع أنا زول مزارع وبعاني من البلهرسية والمرض وكده زي أي مواطن سوداني. طيب. ما بفهم في الصحة ولا بفهم في الحقنة. طيب. أنتوا المسؤولين الفنيين وأنا مهمتي أجيب لكم المال، فحددوا لي شنو مطالبكم أوفر عليكم. أنا بمشي بجيب لكم المال من الحكومة. وفعلا يعني كل المطالب اللي ما قدروا يحققوها منذ الاستغلال إلى قيام ثورة أكتوبر كتبوها في ملف بشهادة المرحوم موافع عبد الفتاح كان وكيل الوزارة. فقال نحن الشيء حققناه في فترة الشيخ اللمين البسيطة الأربع شهور دي على مدى فترة الاستغلال، نحن حكومات الاستغلال نحن ما قدرنا حققناها. يعني مثلا عينوا لهم، فصلوا الوزارة، عينوا وكيل للطب الوقائي وكيل للطب العلاجي، دي ما كانت زمان قدروا يحققوا. عملوا مستشفى سوبا؟ مستشفى سوبا هو عمله بـ بـ بعلاقاته مع السفارة الروسية. ايوه مستشفى سوبا. أيوة. فطبعا الأول كان مفروض يعملوه زي باعتبارنا مسألة منطقة نائية، يعملوه مستشفى للصدرية. لكن لأنه بيقى وسط البلد وكده عملوا مستشفى جامع عسل تطور يعني. فالوالد حتى قال يعني على الأقل كان يسموا عنبر بس باسمه تكريما لهذا الرجل. يعني أيضا انعكس خلاف الحزب الشيوعي مع ثورة مايو أو مع انقلاب مايو على اتحاد المزارعين. أنا ماشي عليك. لما هم طبعا نمر استوعبهم. طيب استوعبهم في المؤسسات المصادرة والمؤممة. يعني مثلا عمان يوسف احمد المصطفى دخلوه عضو مجلس اداره بنك الشعب التعاوني اللي كان براسه احمد عبد الرحمن الشيخ كممثل للمزارعين. لاحظ الوالد ده والمؤلف دخلوه ممثل للمزارعين في مؤسسه الدوله للسينما اللي كان براسها علي المك. للسينما؟ ايوه للسينما. للسينما علاقة اتحاد المزارعين بالسينما. ما هو بس لابد منهم يدوهم مقعد يعني في تمثيل يعني. وبعد ذاك طبعا تشكل شبه برلمان معين سموه لجنة الميثاق الوطني. دي جوا اتحاد المزارعين؟ لا لا هنا في البرلمان بتاع في السينما في الخرطوم. في الخرطوم هاي مثلوهم برضو فيه. ده على اساس انه شنو يكون يعني تمهيد لقيام الدستور الدائم.
الميثاق يمهد لقيام الدستور الدائم، فدخلوا عدد من المزارعين ممثلين. لكن طبعا الخلافات اللي حصلت بين النميري والشيوعيين ألغت بظلالة على وجود هؤلاء الناس. فمجرد ما الحزب الشيوعي انقسم بعد خلاف هاشم العطا وفاروق حمد الله وبابكر النور، دير طلعوا طبعا في نوفمبر سنة 70 70 أي طلعوهم من مجلس مجلس الثورة. بعد ذاك طبعا رغم انه الناس عبد الخالق كانوا شغالين، يعني كانوا مطلقي السراح وكانوا بيعملوا ندوات وبينتقدوا النظام، لكن في بعض العناصر طبعا ديل اعلنوا ولاءهم المطلق لجعفر النميري. لكن النميري ضاق بالمساله دي، كان عايز المساله تكون يا ابيض يا اسود. نعم طيب، انا لانه فضلي دقيقه مش كده دقيقه واحده، انا عاوز اقول انه لما نسمع لشهاده شخص من مؤسسي الاتحاد بتاع مشروع الجزيره او المزارعين يعني وكذا، بيكون مهمه جدا حول ما الذي ينبغي ان يعني يفعل او يقام الان لصالح نهضه مشروع الجزيره. نقرا مثلا صفحه 83 بيقولوا لكي يكون المشروع عند دوره الفاعل في توفير متطلبات الاستقرار والحياه الكريمه لمزارعه ويسهم في النهوض اقتصاديا البلاد، يتوجب هنا من هنا نشير يعني إعادة النظر في علاقة الإنتاج الجديدة الحساب الفردي بهدف تطويره، ودعوة الشريح طبعا، وذلك بتحمل الدولة أعباء العملية الإنتاجية مع المزارع وتعويضه في حالة تعرض تعرض المحصول للكوارث الطبيعية، كما حماية صغار المزارعين حتى لا يضطروا إلى التفريط في حوشاتهم نتيجة لتراكم الديون. دي روشيتا الحساب المشترك زمان اللي وشنو؟ اللي هو النسب 40 40 20 دي كانت بتحمي المزارع. طيب باعتبار انه الدوله شريكه معاه في الربح والخساره. طيب والحصل عكس جميل كده؟ لما انفضت الشراكه دي الدوله رفعت يدها من المشروع، اصبح المزارع مواجه بالخساره لوحده. يتحمل تكاليف الانتاج ولو حصلت خساره حمالة براو. ايوه، ودخل المزارع كمان شنو؟ يرفع يده عن زراعه القطن، لانه بقى يلجا للمحاصيل التسويقيه السريعه النقديه السريعه. أيوة, أيوة, ايوه واصبح مهدد، يعني المزارع دخل السجون ونتيجه الديون اللي بيشيلها من البنوك وكده وما يقدر يسدها، لانه بيشيل بمبلغ معين الانتاج ما بغطيه. فلذلك أسدي يعني الاداره الجديده بتفكر في انها تعيد شراكه الدوله مع المزارع، رغم انه المقومات الاساسيه بتاعت المشروع من السكه حديد والمكاتب والمحارج والاشياء دي لازم ترجع كلها. في مشكله بنى تحتيه عشان ترجع كلها. رجع الزمان ثاني لايام الانجليز بنفس القوه بنفس الامكانات. انا عاوز اختم معاك انه بصراحه ده اقول لك انا مصدر اهتمامي بهذا الكتاب انه المكتبه السودانيه ما فيها كثير تدوين حول مشروع الجزيره، وده اللي بيخلي علاقة الناس ضعيفة جدا ثقافة بمشروع الجزيرة، بيعرفوا الاسم بس لكن في ناس ما عارف هو بيزرع شنو أصلا يعني. نعم. دي واحدة من المشكلات، لذلك أنا شايف بس الآن قدامك بعض العناوين من ضمنها كتاب الأستاذ عبد الله، شنو اللي كتب ثاني؟ في كتاب للدكتور صديق عبد الهادي اللي هو هسه أصبح رئيس مجلس الإدارة. في المشروع. في المشروع. اسمه الكتاب. قبل كده في كتاب للأستاذ كامل محجوب والأستاذ صديق البادي. خلينا نقول حبة، الكتاب ده إذا الكاميرا معاي اسمه بعض قضايا الاقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة صديق عبد الهادي. صديق عبد الهادي. طيب في كتاب ثاني لعمنا الطيب الدابي الله يرحمه واحد من المؤسسين. لمحات من تاريخ مشروع الجزيرة والمناقل حياة ونضالات المزارعين الطيب البشير الدابي. طيب. في كتاب ثاني ده يمكن يعني فني إداري لحد بعيد. مشروع الجزيرة الأسطورة الحية. دكتور سليمان سيد أحمد السيد. طيب كويس. طيب. ده كتاب للمرحوم عمنا يوسف محمد المصطفى. يوسف المصطفى يتذكر مواقف ودروس في دفاتر سيرة كفاح المزارعين بالجزيرة. ميزة الكتاب ده إنه فيه تصوير لكل المستندات بتاعت المكاتبات اللي كان حصلت. ده والله مهم خلاص. أي نعم. كل المكاتبات اللي حصلت في عهد تأسيس اتحاد المزارعين والصراعات اللي كانت قائمة بينه وبين الشركه. يعني انت تتفق معي انه الكتب ما كثيره، يمكن ده اغلب اللي اتكتب عنه في السودان. والله لسه نحن بنامل انه اقصد انه يعني ما كثير الكتب اللي تكلمت عن مشروع الجزيره. يعني زي ما قلت لك في الاستاذ كامل محجوب كتب الله يرحمه، الاستاذ صديق البادي،
في ناس ثانيين، ونتمنى انه يعني الابناء القاده التاريخيين مثلا اسره الراحل احمد بابكر الليزيري، هو جد الفنان محمد الامين، ده من القاده التاريخيين، صح، مذكور في الكتاب، مذكور في الكتاب، ودين الناس اللي مثلوا السودان برا، يعني مشوا موسكو ومشوا هلسنكي ومشوا يعني بلاد ما برفقه الوالد برضه كان الوالد كان كانوا واجتمعوا بجمال عبد الناصر وكده يعني، وعاصروا ايام باندونغ. كذلك نامل منه اسره الراحل محمد عبد الله الوالي، والد جمال الوالي، أيوة، برضه من القاده التاريخيين وغيرهم، لامين كشكوش، ويمكن المجال ما يتسع لذكر كل الناس. نعم. نعم. لو عندهم اي وثائق او وثائق انا بعتقد بتفيد في هذا النحو يعني. انا دار اشكر استاذ محمد جزيل الشكر على الحلقه دي، لانك برضه نورتنا كثير بقراءه هذا الكتاب حول نشاه اتحاد المزارعين لمشروع الجزيره، وايضا لقينا كثير من المعلومات. وانا دائما بشير انه ما يعني ما نقوم به على هذه الطاوله هو فقط فتح الباب وبعض الملامح العامه للكتاب حتى يبحث الناس عن هذا الكتاب. والله انا بشكرك على هذه السانحه، رغم انه ما ادلينا به هو قيض من فيض طبعا، وانا اعتقد في ناس عندهم مخزون من من المعلومات اللي ممكن يفيد اكثر يعني. صحيح. وبغض النظر اتجاهاتهم شنو، نعم صحيح، ما حقه نحن نتوقف عند ما عندنا هنا اتجاهات، ما نتوقف عند المؤلف اللي قدامنا، نحن ما جينا عشان نمجد مثلا اتجاه معين، نعم، او نزيم اتجاه صحيح معين. صحيح. كل الناس ذيل لهم دورهم ولهم قدح معلق. اشكرك استاذ، الله يبارك، الشكر كل الشكر لك عزيزي المشاهد. كانت هذه الحلقه من الوراق قراءه في كتاب دروب خضراء للمؤلف عبد الله محمد الامين برقاوي، ومشاوير خضراء، وهذا الكتاب مهم، ندعو القراء للبحث عنه وقراءته. في الختام تحياتي والفريق العامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.